شايف الشريط ده؟ الشريط ده فيه 10 حبات، لو خدتهم كلهم على بق واحد هموت في ظرف 5 دقايق. يا حبيبي علاء، ما عندكش فكرة أنا سعيدة قد إيه. سعيدة عشان هنتحر؟ لا، سعيدة عشان هتنتحر علشان. لا، ما أنا مش هنتحر بجد، ده كده وكده، عشان لما ماما تفهم إن أنا هموت نفسي لو ما اتجوزتكيش هتسلم بالأمر الواقع وتوافق. علاء، هو أنت لازم تكذب؟ يعني إيه؟ ما كدبش وانتحر بجد؟ لا، نشوف حل تاني. انت ليه مش قادر تفهم ان انا زهقت من قدر الكذب بتاعك؟ وانا يعني بكذب عشان مين يا استهانه؟ ما هو كله عشانك وعشان ولادنا. ولادنا؟ اه، ولادنا اللي هنجيبهم في المستقبل. نفسي اخلف عيل واسميه مسلمه. اه، بمناسبه الولاد، ايه رايك لو كدبنا على ماما وفهمناها انك حامل؟ حامل؟ اه، فيها ايه يعني؟ هنفهمها ان انا وانتي اتجوزنا من غير علمها، وساعتها طبعا مش هتقتلنا لانها هيبقى نفسها تشوف احفادها. وهما فين احفادها دول؟ لا ما تدوريش، مش هتلاقي حاجه. ما احنا بعد ما هي توافق بقى هاخدك ونروح نتجوز ونخلف براحتنا. وانت واثق يعني ان انت هتعيش لغايه لما تحقق كل الكذبات بتاعتك دي؟ ايدك في ايدي يا حبيبتي، لحد ما اكذب كل الكذبات اللي بحلم بيها، كذبه فضه وكذبه ده. انت ليه مش قادر تفهم ان انا مش بحب اشوفك وانت بتكذب؟ خلاص خلاص، محلوله محلوله. بعد كده لما احب اكذب كذبه على ماما هروح كيال خالي واخلي خالي يكذبها هو على ماما. وقتك يا حبيبتي. هو ايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ انا سمعت ان حد بيصرخ. انت غيرتي الجرس بتاعك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، دي بوسينه جارتي، اصلها اصرت انها تاكل من البيتزا اللي انا عاملاها بايديا، فاكلتها طارت من الفرحه وقعت من البلكونه. البيتزا؟ لا بوسينه، ليه؟ طيب هستأذنك يا دولي، انا لازم امشي دلوقتي حالا، مستعجله قوي. يلا باي باي. لا لا، باي باي ايه؟ تعالي هنا. ازاي تمشي؟ ازاي تمشي قبل ما تدوقي عمايل ايديا؟ لازم اسمع رايك. ما انا لو دقتها مش هلحق اقول لك على اي حاجه. ابي اكليها ماما، اكليها. ما هو للاسف مامتك لسه ما رجعتش كمان، يعني مفيش حد موجود هنا غيري انا وانتي. ما تقلقيش يا حبيبتي، على بال ماما ما تيجي تكوني البيتزا استوت. طب وجارتك اللي وعدتي بقى هنعمل فيها ايه؟ لا ما تقلقيش، هبعت البواب يجيبها. جارتك؟ لا طبعا، البيتزا اللي كانت معاها. شطانوفي شطانوفي يا شطانوفي.
شتنافي وحياتك، هات لي حتة البيتزا اللي مع مدام بوسينة وري مدام بوسينة في الخرابة. يلا يا لولو، يلا يا روحي، البيتزا معلش اتحروقت شوية بس هتاكلي صوابعك وراها. طب عشان خاطري بلاش، انا لسه صغيره وعلى وشي جوايف، عشان خاطري بلاش. لا يا روحي، ما هو انت هتاكليها هتاكليها. ها تحبي تاكليها لوحدك ولا اجيب لك السكينه؟ لا خلاص انا مش صغيره، هاكلها لوحدي هاكلها لوحدي. ودي تيجي برضو. ها يا حبيبتي، نفس لون بدلة الاعدام. نيني يا نونو، نفسك في ايه قبل ما تاكلي البيتزا؟ نفسي ما اكلش البيتزا. لا تاكليها تاكليها يا كوكو، وحرصا على حياتك وعلشان بس امك صاحبتي، وانا الحقيقه بخاف منها ساعات. انا مضطره ان انا اربطك في الكرسي لحسن البيتزا تعجبك وتفرحي زي بوسينة وتطيري من البلكونه. الحقيني يا ماما، دولي عايزه تاكلني من البيتزا اللي عملتها بالعرض. ليه كده يا دولي؟ هي عملت لك حاجه؟ ايه ده؟ ممكن تفهميني انت ايه اللي انت شايلاه ده؟ اصلي انا اتعشيت بره، خليت الجرسون يلف لي الحتتين الفاضلين مني. ازاي تتعشي بره؟ انا مش مكلماكي وقايله لك ان انا هعمل لك بيتزا النهارده عشان تتعشي بيها. ما هو عشان كده انا اتعشيت بره. هاتي دلوقتي تشوفي البيتزا اللي انا عاملاها بايدي احلى ولا البيتزا بتاعت الشارع. شيء غريب. انت ايه اللي جايبك؟ هديكي القضاء برجليه. ما كنت فاكراكي موجوده يا ماما. طب ما اتصلتيش بيا ليه على الموبايل؟ كنت عايزه اوفر الكارت. يا سلام يا اختي، توفري الكارت وتضحي بعمرك. طب هي هنعمل في البيتزا دلوقتي؟ لازم نخفيها قبل حد ما ياكلها ويروح فيها. ايوه صح، عندك حق، احسن حل نديها للبواب يولع بيها الشيشه. يا ديدي، انت ما جبتيش غير حتتين بس ولا ايه يا امي؟ يا سلام، مش احسن من اقراص الفحم بتاعتك؟ شفتي يا ماما، على الاقل كنت فاكراه هيبطل كذب، هيكذب اكتر من الاول. انا مش عارفه ازاي هتجوز واحد بيكذب بالاسلوب ده. يعني تتجوزيه ازاي وامه مش موافقه؟ استني بس، ما قال لي لو هيكذب عليها عشان خاطر تتجوز. ادي هو اللي بيتصل اهو، ردي عليه قولي له انها نايمه. نو باردون، كسكسي كشكشا، انت عايزاني اكذب زيه ولا ايه؟ يا ماما مش هينفع ارد عليه واقول له انا نايمه. خلاص قولي له كل حاجه بصراحه، خليه يتعلم منك الصدق. كوزه كوزه. ايوه علي، على فكره بقى، طول ما انت بتكذب كده عمري ما هحبك ولا عمري هتجوزك. بتقول ايه؟ ابقى قابلني لو بطلت كذب. يلا باي باي. يلا يا لولو، حرقت لك كرسي بيتزا انما ايه؟ ايه ده؟ هضطر ابعت اجيب بوسينة من الخرابه. تعرف ان مدام دولي هتزعل قوي لما تعرف ان انا سبت شركه باباها وجيت اشتغلت هنا في طوبت ويست. وهتزعل اكتر لما تعرف ان حسين طليقها هو اللي عينك برضو في نفس الشركه، عشان كده لازم تامني على حياتك باسرع وقت ممكن. للدرجه دي يا مدام؟ الله الله، مش ممكن. تجنن، ايه رايك في البلوزه؟ تجنن تجنن يا مدام ديدي، تجنن. ميرسي قوي. متشكره. تعرفي ان اصحابي هيتهبروا عليها اول ما يشوفوها؟ وانا كمان هتهبل لو ما دفعتيش ثمنها. ايه ده، هي مش هديه ولا ايه؟ نعم
هدية بمية وخمسين جنيه؟ والله ما فيش مانع إلا إذا. إلا إذا إيه يا مدام؟ يعني إلا إذا جبتي لي عشرة من صحباتك يشتروا عشر بلوزات زي دي. الحقيقة دي الحقيقة تبتدي بالحقيقة الحقيقة. إيه ده؟ مين ده يا مدام؟ ده شحات الغرام. سيبينا لوحدنا وروحي اندهي البوليس. كده برضو؟ أقول عليك تطلبي البوليس يا ديدي يا بيدي بيدي؟ أنت تقول عليا تتشنق في ميدان عام. هو ده نفس الكلام اللي قالته لي إلهام. الحمد لله، يبقى كده عرفت إن بنتي عقلت. أرجوك يا ديدي، أرجوك ما تتخليش عني في اللحظة الصعبة اللي أنا فيها دلوقتي دي. ما اقدرش عليك، ما اقدرش اقنع الهام ان انت مش كذاب وحمار ونجل. ده انت واخد الميداليه الذهبيه في الثلاث لعبات دول. بس انا بقى ما اقدرش اعيش من غير الهام. ها خلاص، يبقى تعتزل يا حبيبي وتحاول تجرب يوم واحد من ساعه ما تصحى من النوم لغايه لما تنام تاني انك ما تكذبش. جربت الوصفه دي قبل كده؟ بقالي 35 سنه بحاول اجربها. خلاص انا هروح دلوقتي وهبدا من بكره الوصفه. لا يا حبيبي، لو عايز الهام بحقيقي يبقى تبدا من دلوقتي. خلاص انا بدات من دلوقتي. اتفضلي. ايه دي؟ دي ازازه جليسرين طبي كنت عامل بيها دموع صناعي عشان انصب عليكي. سلام. جليسرين طبي ودموع صناعي؟ ده انت محترف يخرب حالك. ما تكدبيش علي، انت لسه بتحبي علاء. احبه زي بس يعني، هو بعد ما اكتشفت انه بيكذب. ما هو طول عمره بيكذب عليكي من يوم ما عرفتيه يا امي. كنت فاكره انه بيكتب على الناس كلها لكن انا لا. يا سلام، ليه بقى؟ ماضيه معاه عقد احتكار؟ لا يا ماما، كنت ماضيه معاه عقد حب. طيب هو برده كان بيحب مامته وبرده عليها كده. قصدك يعني ان علاء معجون بميه كده؟ لا، معجون بميه لفت. عشان كده عايزاكي تبقي معايا قبل العجينه ما تستوي. يعني ايه يا ماما؟ يعني تشتركي معايا في تطبيق خطه اليوم الواحد. ما اعتقدش انه ممكن يعدي على علاء يوم واحد غير على الاقل ما يكذب له كذبايه واحده. خلاص يبقى سيبك منه، شيليه من دماغك خالص. صدقيني يا الهام، هتكرهي نفسك لو حسيتي انك بتحبي واحد ما يستاهلش حبك. يعني ايه يا ماما؟ انا مش فاهمه اي حاجه. مش فاهمه يا امي علشان انتي لسه صغيره مش فاهمه حاجه. انا عندي 21 سنه واقدر افهم اي حاجه. يا اختي تبطي كده، ال 21 سنه مش انا امك اهو. لكن حمارة ما بفهمش حاجة. شفتي أمك حمارة مش فاهمة حاجة. اخرجي معها يا حبيبتي كده وحاولي تفهميها يمكن تفهم. لا النهاردة أنا مش فاضية. أنا قلت الإلهام إني هعشيها الساعة 9:30. لا 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 سيدي أنتي، أنا هطبخ بدالك. دوافري تنشف وعملك اللي أنتي عايزة. هتأكلينا مكرونة بالدوافر يا دولي؟ ماشي. تقدر تعمل زي ما قالت لك ديدي وتقضي يوم واحد في حياتك من غير ما تكذب؟ والله في الحقيقه يعني بصراحه كده لول مش عارف، اصلها حاجه صعبه قوي. يعني ايه صعبه قوي؟ هتستهبل؟ استهبل تقضي يوم واحد لو بتحب الهام بجد من غير ما تكذب؟ طب تزعلي ليه؟ تزعليش، انت مالكش زعيق عليا. ما انا ببقى نازل من البيت مش ناوي اكذب خالص، وبعدين فجاه كده بلاقي الكذبه نطت على لساني وطلعت لوحديها. خلاص يبقى ما تفتحش بقك ده خالص وتقفله بالضبه والمفتاح. ما تتكلمش غير للضروري وما تكذبش.
اذا كنت فعلا بتحب الهام اعمل كده. والله كلامك حكم، اجرب مش هخسر حاجه، اقضي يوم واحد من غير ما اكتب لحد ما اتجوز الهام، وبعد ما اتجوزها اكتب بقى براحتي. النهارده مش هكدب ولا كدبه، مش هكدب ولا كدبه النهارده، النهارده مش هكدب ولا كدبه، مش هكدب ولا كدبه النهارده، النهارده مش هكدب ولا كدبه، مش هكدب ولا كدبه النهارده. لولو حبيب مامي خارج رايح فين؟ رايح الكليه. برافو عليك يا لولو، ادي الكلام ولا بلاش، لحد دلوقتي ما كدبتش. اوعى تكون يا لولو ناوي تقابل البنت الكدابه دي اللي اسمها الهام. مالك تنحت ليه؟ ما ردتش عليا ليه؟ هو انا لازم ارد؟ ايوه لازم ترد. قولي هتقابل الهام ولا لا؟ في الحقيقه يا ماما يعني في الواقع انا مش عارف، يعني جايز اشوفها، اصل احنا في كليه واحده. ما انا عارفه انكم في كليه واحده، بس انت قلت لي بعضه لسانك ان العميد فصلها لما عرف انكم فسختوا الخطوبه. يا ماما ده امين عام الامم المتحده ذات نفسه ما يقدرش ياخد قرار زي ده. يعني ايه؟ افهم من كده انك انت كنت بتكذب عليا؟ بصراحه كده انا كنت بكذب عليكي. معقوله بتكذب عليا انا؟ من امتى؟ والله يعني مش فاكر قوي، بس اعتقد من يوم ما اتولدت. معقول بتكذب عليا من يوم ما اتولدت؟ بصراحه بصراحه انا ممكن اكون كنت بكذب عليكي قبل كده بس مش فاكر. ايه؟ مش هكدب النهارده، النهارده مش هكدب. طب الخير عليا؟ لسه مش عارف، مش هكدب النهارده، النهارده مش هكدب، مش هكدب النهارده خالص، النهارده مش هكدب. صباح الخير. هيجي منين بس الخير ده؟ علاء ايه اللي في وشك ده؟ اصلي وانا بركن عربيتي بصراحه يعني خبطت في عربيه مؤنس جارنا، كسرت له الفانوس الوراني. النهارده؟ لا من اسبوع. وما افتكرش يضربك غير النهارده؟ اصله ما عرفش غير النهارده، ومع ذلك برضو مش هو اللي ضربني. امال مين اللي ضربك يا علاء؟ جارنا خليل. وده كمان كسرت له حاجه تانية ولا ايه؟ اصل لما مؤنس سالني من اسبوع مين اللي خبط عربيته لزقت التهمه في خليل، اصل ساعتها كنت لسه بكذب. ولما بطلت كذب؟ خليل سالني انت اللي فقعت فيا الزومبا وقلت لمؤنس ان انا خبطت عربيته؟ قلت له اه، وهي الاه. سالني تاني مين بقى اللي خبط عربيه مؤنس؟ قلت له انا. بس ما حسيتش باللي حصل لي بعد كده. انت هنا يا علاء؟ انت هنا يا علاء وانا بدور عليك. يبقى انا كده جبت نمره زي الزفت في امتحان الشهر. بالعكس انت اول مره تجيب نمره كويسه. يا سلام، يعني حضرتك بتدور عليا عشان تكافئني؟ انا بدور عليك علشان اسالك سؤال واحد بس، انت غشيت في الامتحان ده؟ يا سلام، وحضرتك بتسالني السؤال ده النهارده بالذات؟ اصل سبحان الله يا علاء، اجابتك نسخه طبق الاصل من اجابه عادل عبد الله، وانا في الامتحان كنت شايفكم قاعدين جنب بعض. بصراحه كده مين فيكم غش من التاني؟ بصراحه 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 يعني طبعا بصراحه، العلاقه بين الدكتور وتلميذه لازم تقوم على الصراحه عشان احترمك انت شخصيا واحترم شجاعتك الادبيه. بدل ما الحكايه بقى دخلت في الشجاعه الادبيه، انا دكتور اللي غشيت من عادل عبد الله. مخصوم منك 10 درجات، وبكره الصبح تجيلي هعيد لك الامتحان. علاء. بلا علاء بلا نيله. عبود الدمنهوري قاعد بره. جاب فلوس البضاعه؟ لا جاي ياخد بضاعه جديده. لا اسفه جدا بقى، مفيش بضاعه جديده غير لما يجيب فلوس البضاعه القديمه. خلاص انا هعمله شاي وامشيه. لا مش الدرجات، انا صحيح عايزه انتقم منه بس مش لدرجه انك تعملي له شاي بايديكي.
طب والبلوزة؟ حضرتك قلتلي انك هتدهني ببلاش لو جبتلك 10 من صاحباتي يشتروا زيها. جبتي 10؟ لا جبت 6 بس، يعني حضرتك تعملي لي خصم 60%. وال40%؟ اتفضلي، ادي فلوس الحوافز على داير مليم. صباح الخير استاذ علاء، ايه رايك في البلوزه الحلوه دي؟ زي الزفت. شفتي يا مدام بيقول ايه؟ معلش اصل انا متفقه معاه انه يبطل كدب يوم واحد بس. ايه ده؟ يعني البلوزه وحشه فعلا؟ لا عيب، روحي بقى اعملي لنا شاي، بس ارجوكي ما تعملهوش بايديكي. بيت ماما، رجل ماما، ودن ماما، ايه اللي حصل لك؟ ايه النقرشه اللي على خدك دي يا بيبي؟ انا دلوقتي بس عرفت ان انت طلبتي مني ما اكدبش يوم واحد. ليه يا ترى؟ لان انا مش هقدر اعيش اكتر من كده. طب فهمني بس، ايه اللي حصل لك تاني غير موضوع جارك مؤنس وغير موضوع غش الامتحانات بتاع عادل عبد الله؟ غريبه، انت عرفتي بسرعه قوي كده ازاي؟ بنتي الهام ما بتخبيش عليا حاجه ابدا. بيب ماما، ما انا مامتي كانت فاكره كده برضه لحد النهارده الصبح. الميزه في الهام انها بتجاوبني على اسئله انا ما بسالهاش. هو ده بقى الاصطلاح الجديد لكلمه فتانه. ايه رايك بقى في اللوحه دي؟ انا جبتها لسوسو الشهر اللي فات من اسبانيا. لو هي انت سافرت اسبانيا من غير ما انا اعرف؟ لا انا اصلا قعدت اسبوع ما ردش على تليفوناتها، لان طبعا كنت مشغول مع تيتي، فكان لازم ادور على حجه اتحجج بيها. طب افرض انها بصت على اللوحه من ورا وعرفت انها مش من اسبانيا وعرفت انها من ميت عقبه. لا اللوحه من اسبانيا فعلا، كانت جايبها لي ميمي هناك من اسبانيا الشهر اللي فات. انا عرفت دلوقتي انا اتعلمت الكذب منين. بس انا كده اخاف ان عصام ابني يقعد معاك هيتعلم منك الكذب. عصام ابنك يتعلم مني انا الكذب؟ عصام ابنك هو اللي علمني الكذب، ومين قال لك ان انا عاوز اقعد معاه؟ دادي دادي، ابوس ايدك ابوس ايدك، تخلي عصام عندك لحد ما الاقي له مربيه عشان تربيه. وتفتكري هو محتاج لمربيه فعلا؟ في المدرسة بيأكدوا لي إن الواد ناقص تربية، وخلوني كتبت تعهد على نفسي إن أنا أنقله من المدرسة لو عمل أي شقاوة تاني. كويس؟ لا مش كويس، لأن عصام أنا ما قدرتش أخليه يكتب تعهد على نفسه بكده. طيب ما حاولتيش تقابلي ناظر المدرسة؟ ما هو أنا لقيت ناظر المدرسة يعني في المستشفى بقاله أسبوعين. إيه؟ عصام عواره زي ما عور بقية المدرسين؟ لا 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 مش كده خالص، هو بس بيعاني من حاله نفسيه. طمنتيني، الحمد لله كده عصام براءه. لا لا يا امي، ما هو الحاله النفسيه اللي فيها الناظر من عصام. يا سلام، قد ايه انا فرحانه بيك. لو كنت اعرف انك هتنبسطي قوي كده كنت عورت لك نفسي من زمان. اوعى تفتكر ان اللي حصل لك ده حصل لك عشان بطلت كدب وبقيت بتقول الصدق. امال اللي حصل لي ده حصل لي ليه ان شاء الله؟ انت كنت بتكذب عشان تبرر اخطائك لنفسك، لكن لما بطلت كدب بقيت بتاخد العقاب اللي تستحقه. انت اكيد مش هتعرف تكذب بعد كده، هتفكر مليون مره قبل ما تكذب. قصدك يعني ان انا كده هبدا على نظافه؟ بالظبط، هو ده اللفظ اللي نفسي اقوله لك بس مكسوفه شويه. إذا كان كده بقى لازم أروح دلوقتي حالاً أصلح آخر غلطة غلطتها. إيه عملت إيه؟ وأنا جايلك ما لقيتش حتة أركن فيها. قعدت أدور لحد ما لقيت عربية صاحبها منزل فرامل اليد بتاعتها. زقيت العربية لحد ما وصلت نص الشارع وركنت مكانها. للدرجة دي أنت شرير؟ صدقيني يا ديدي، لو كنت أعرف من الأول مين صاحب العربية ما كنتش جيت جنبها خالص. مين صاحب العربية؟ صاحب الشركة بتاعتكم. سارة كان عندي أمل نلحقها. انت بقيت تكني كولر كده ليه؟ مين اللي عمل فيك كده؟
كل الناس. اليوم الوحيد اللي قررت فيه ما اكدبش على حد، اجتمعت كل فئات الشعب على ضربي. الله، يعني انت ما كنتش بتكدب عليا لما قلتيلي انك انت بتكدب عليا؟ بصراحة يا ماما، هي دي الحقيقة الوحيدة اللي انا قلتها لك. طيب كدبت عليا في ايه تاني؟ بصراحة يعني انا ضحكت عليكي وقلتلك ان انا طلعت الاول على الكلية السنة اللي فاتت. امال طلعت الكام؟ مش عارف، اصل هم عندنا في الكلية بيعملوا حاجة غريبة قوي، ما بيكتبوش ترتيب الناس اللي طالعين بمواد. يعني انت سقطت في مواد؟ ممكن احرق بقى، انت سقطت في كام مادة؟ ما تقوليش سقطت يا ماما، ما تقوليش سقطت وتفولي في وشي، هم اربع مواد مفيش غيرهم. بس اربع مواد ما يخلوكش تنجح. برافو، ما هو انا بعيد السنة. يعني انت كدبت علي لما قلتلي انك انت طلعت سنة رابعة وانت لسه في سنة تالتة. سنة تانية، سنة تانية، انا لسه لحد دلوقتي في سنة تانية ابتدائي. ليه؟ كل ده ليه؟ عشان غصبت عليك تخش كلية الاداب وانت عايز تخش كلية التجارة. وبعدين في اليوم اللي مش فايد ده بقى، ما انا ماما ضحكت عليكي وقلتلك ان انا دخلت كلية الاداب وانا في الحقيقة دخلت كلية التجارة. لا بص بقى، بص سؤال واحد، سؤال واحد بس، وعايزك ترد عليا بسرعة قبل الساعة 12 ما تيجي وترجع تاني وتكذب عليا. انت علاء ابني ولا انا صعبان عليك وبتفهمني ان انا امك؟ وبعدين بقى في الاحراج دوت، شوف يا حاجة، اصل انا ست ام اسماعيل ادتني ربع جنيه وقالت لي افهمك ان كنتش متصور ان رد فعل ماما هيكون عنيف بالشكل دوت. كويس انها ما دبحتكش لغاية دلوقتي. الحمد لله انك طهرت ذنوبك قبل ما نتجوز. نتجوز؟ هو انا هينفع اتجوز بعد اللي حصل لي دوت؟ خف براحتك يا حبيبي. انا عيان. بس اخلص، انا لا يمكن اجوزك بنتي الا لما تنجح وتخلص دراستك بحق وحقيقي. ميرسي يا حبيبتي. يعني فعلا المره دي متدشدش مش زي كل مره. ماما، ماما متاكد ان انا ماما ولا زي كلام خالتك ام اسماعيل؟ مدام علوبه ارجوكي تسامحي، هو صحيح هراكي كدب من ساعه لما خلفتيه، لكن معلش دلوقتي انت المستفيده. حقيقي انت المستفيده الوحيده النهارده، لانك انت دلوقتي اخدتي ابن صالح نجيف زي الفل، ما بيكسبش ولا كذبه واحده صغيره. دي فعلا الحاجه الوحيده اللي هتخليني انسى اللي حصل. عودوني عودوني كده تبقى الخطه ناجحه. يلا.